Let's go.
أنا نفسي كل مرأة موجودة في المكان هنا أنا عايز أسمع الإعلان القبر فارغ القبر فارغ القبر فارغ بصوت الستات والرجالة هم اللي يقولوا المرات يسوع قام حي للأبد لكن الإعلان اللي بيقول القبر فارغ هي المرأة اللي راحت وخدت إعلان قوة قيامة يسوع من الأموات أمين البنات بنات لذلك قل لهم هكذا قال السيد الرب ابطل هذا المثل
فلا يوصلون به بعد في أسيوط. هكذا قال السيد الرب، امتن هذا المثل فلا يمثلون به بعد في أسيوط، بل قل لهم قد اقتربت الأيام وكلام كل رؤيا، قد اقتربت الأيام وكلام كل رؤيا، قد اقتربت الأيام وكلام كل رؤيا، لأنه لا تكون بعد رؤيا باطلة ولا عرافة مرضى، لا تكون بعد رؤيا باطلة في هذه الأرض ولا عرافة مالقة في هذه الأرض في وسط هذه الأرض، لأني أنا الرب أتكلم والكلمة التي أتكلم بها تكون لا تطول بعد، لأني في أيامكم في أيامكم أقول الكلمة وأجريها، يقول أدوناي السيد الرب. في اسم الرب يسوع النهاردة بنطق يا رب، جايين النهاردة نطق ككنيسة أسيوط في الأرض، كل نبوة كاذبة وكل عرافة باطلة وكل كلام باطل اتقال على الأرض دي وعلى الكنيسة دي وعلى شعبك وعليك في الأرض في اسم الرب يسوع. النهاردة جايين نعلن ان كل حائط مزيف بني وطفل بالطوفان من أنبياء كذبة يهدم في اسم الرب يسوع وينكشف أساسه ولا يعود يبطل مرة أخرى، لأن السيد الرب يتكلم في أيامكم في أيامكم، قلوا وتبصروا ما يقول الرب، أنا صانع هذا الأمر في أيامكم، مش في جيل الماضي، في أيامكم لن تطول المدة، لن تطول الأيام، وكل نبوة فاسدة وباطلة وكل عرافة وكل سحر وكل أمور، كل حد قال قد قال الرب ولم يقل الرب، كل حد تكلم باسم يحوى رب الجنود والرب لم يتكلم في هذه الرب يسقط في اسم الرب يسوع، وستفضح الاساسات وستتفيض الارض كل ما صنع فيها بالباطل، ستتفيض الارض كل ما وضع فيها من الشرير، الارض ستتفيضها الى خارج كل ما لم كل ما لم يزرع الاب السماوي في هذه الارض، ستتفيضها الارض الى خارج في اسم الرب يسوع، لن يزرع فيها مره ثانيه اي ثرى نجد او مش من الرب في اسم الرب يسوع. لن تقول هذا المثل فيما بعد، قد طالت الايام وخابت كل رؤيا، لنقل نقل 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 كاذب ايها الشرير، ستاتي الايام التي نرى فيها مجد الرب في ايامنا في هذه الارض، ستضع هذه الارض مقدسه عذراء عفيفه بلا عيب بلا زنب تحضر الى الملك الى العريس في اسم الرب يسوع. لن تضع فيما بعد انها بلد للمجاهر، انها بلد للسحر، انها بلد للعرافه، انها بلد للعبادات الاخرى، لكن ستضع حصيبه مقدسه في اسم الرب يسوع. Bye.